نروح لتقرير آخر في محافظة الوادي الجديد. هيدنا المحافظة حققت نجاح كبير في موسم التمور السنة دي، وتعتبر هي المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية في إنتاج وتصنيع تمور عالية الجودة، بيتم طرحها في السوق المحلي وكمان بيتم تصديرها لعدد كبير من الأسواق العالمية. خلينا نشوف هذا التقرير. تستقبل محافظة الوادي الجديد شهر رمضان المبارك بنجاح كبير في موسم التمور الذي اختتمته مراكز المحافظة بأعلى إنتاجية بعد أن حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية في إنتاج تمور التصدير، وحققت المحافظة حوالي 150 ألف طن بلح هذا الموسم، كما سجلت أعداد أشجار النخيل 2,278,650 شجرة. طبعاً إحنا بنستعد قبل رمضان لتجهيز البلح عشان نوزعه على الأسواق وعلى المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية. عندنا إحنا هنا المصنع تابع لديوان عام محافظة الوادي الجديد، عندنا السعر هنا طبعا سعر تنافسي جدا وبيلاقي إقبال ورضا الجمهور. وجاري التوسع في زراعة أشجار النخيل من أجود الأصناف على مستوى كافة مراكز المحافظة، ونجحت المحافظة في تغطية الأسواق المحلية وطلبات التصدير بنسبة نجاح بالعلامة الكاملة، وحيث تم فتح أسواق تصديرية في أكثر من 16 دولة عربية وأجنبية، وجاري استكمال شحن الطلبيات حتى الآن. التمر طبعاً النهاردة الحمد لله إحنا ما بقينا شغالين في محلي على المستوى المحلي بقوة الحمد لله، وشغالين طبعاً على مستوى التصدير قدرنا إن إحنا نفتح أسواق جديدة. الحمد لله السنة دي الموسم كان حلو خالص أحسن يعني من كل سنة، وإن شاء الله السنة الجاية يكون أحسن. الحمد لله صدرنا السنة دي للإمارات والهند والصين، كان موسم حلو وموسم جميل، وأملنا إن شاء الله إن السنة الجاية يكون موسم أحسن من كده. ويتم تصنيع التمور داخل أكبر مجمع حكومي لتصنيع التمور بطاقة إنتاجية تزيد عن 2000 طن، حيث ينتج المجمع 37 نوعاً من التمر السوي بأسعار مخفضة وبمواصفات التصدير، وتتضمن البلح الخام والبلح منزوع النوى والمحشو بالمكسرات والفول السوداني والفستق واللوز، بالإضافة إلى بلح مغطى بالشوكولاتة والبلح الخام وغيرها من الأصناف عالية الجودة التي يتم تصنيعها وفقاً لأعلى درجات الجودة ومطابقة للمواصفات.